أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفيست سيفلي. اليوم جئنا لكم بشرح جديد لهذه المنصة، منصة جيت اي او. منصة كبيرة كما ترون، هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بها. إذا هذه الواجهة الرئيسية هنا، تقوم بالكثير من الأحداث والعمولات والاير دروبات. أيضا اير دروبات مضمونة جدا، ويمكنكم المشاركة فيها أيضا عند الضغط على العملة أو المشروع الخاص بها. يمكنكم هنا قراءة بعض المعلومات، هنا الريزد يو اس دي تي، يمكنكم هنا بليس اوردر ب20 دولار، هنا ستارت تايم هو يوم 18 والكلوز تايم يوم 19. إذا هذه هي هذا المشروع وجميع المعلومات عنه والاير دروبات والسي اي او الخاص بهم. يمكنكم تفقد على المعلومات، وهنا فيه السوق ايضا والفوليوم الخاص بكل عملة. منصة تمتلك فوليوم كبير جدا، هذا ما يميزها عن العديد من المنصات الاخرى، منصة منافسة لها. اذا كما ترون هذه الواجهة الرئيسية لهذه المنصة. ومن هنا يمكنكم رؤية هنا ستارت اب، يمكنكم رؤية بعض المعلومات عنه، وأيضا يمكنكم عمل بليس اوردر لهذه العملات أو هذه الاي دروبات الجديدة. أيضا يوجد الكثير من الخانات، هنا الكريبتو ميديا أو كريبتوبيديا، وأيضا الجيتشين والوالد دوت اي او والوالد دوت اي او بزنس. هنا الكريبتو ماركت، يمكنكم شراء العملات أيضا بكل أمان. هنا تدخلون المبلغ، هنا تختارون العملة التي ستقومون بشرائها، وبعدها تختارون طريقة الدفع. مثلا هنا زيرو فيز تقريبا بدون اقتطاعات، هذه الكمية التي ستحصلون عليها بهذا المبلغ. وأيضا يقبلون الكثير من هذه المواقع مثل الاد في كاش والسيمبلكس. أيضا كل ما عليكم الضغط هنا على اي هاف ريد وتقومون بالشراء بكل أمان. طبعا هنا الماركت، يمكنكم رؤية الماركت برايس. يمكنكم هنا رؤية جميع هذه العملات والأسعار الخاص بها، وهنا الشورت في الـ24 والهاي واللو، وأيضا الفوليوم والماركت كاب، ويمكنكم عمل تريد لها مباشرة. توجد تقريبا كل العملات، وأيضا هنا USD، يمكنكم تفقدها. هنا أثريوم والBTC والUSDT كلها تظهر لكم هنا بالUSD. يمكنكم أيضا اختيار الBTC، تظهر لكم جميع العملات بأزواج البيتكوين إذا أردتم شراء أو البيع عن طريقها. أيضا هنا الأثريوم وكل هذه الإكسشينج، وهنا الفيوتشر يمكنكم عمل تريد لها. مثلا هنا الفيوتشر يمكنكم تضغطون على تريد وتختارون الرافعة من هنا، إما X10 X25 إلى غير ذلك. تضغطون على كوفر، أولا عليكم طبعا أن تقومون بنسخ الأموال ووضعها في محفظتكم. هنا سل بيتكوين، وهنا لكي تقومون بعمل أوردر أو هنا ماركت أوردر. يمكنكم هنا الضغط على ليميت أوردر، وهنا كمية البيتكوين تقومون باختيارها هنا من المحفظة الخاصة بكم، وبعدها تضغطون على باي أو شورت لونج شورت، وبعدها ستفتح البوزيشن وتظهر لكم في هذه الخانة هنا. إذا هنا في الفيوتشر، وهنا اللوان أيضا، وهنا نيولي ليستد وهي بعض العملات الجديدة التي تم إضافتها. كما ترون هنا هذه العملة ارتفعت 500% في 24 ساعة الماضية فقط.
هنا بعض العملات قامت بارتفاعات كبيرة مثل هذه العملات 900%، وأيضا هنا هذه 500%. إذا يمكنكم هنا رؤية أيضا التوب جينر، وهي أكثر العملات ارتفاعا في 24 ساعة الماضية. وهنا الليدر بورد، يمكنكم رؤية جميع الناس هنا الليدر بورد، وهنا الأرباح في 30 يوم السابقة. هذا الشخص هنا ربح 60 مليون دولار، وهذا 35 مليون دولار، أرقام كبيرة جدا. إذا وهنا التريد، هنا ماركت تريكر، يمكنكم تفقد آخر العملات والتوب كريبتو كرنسي من هنا. وهنا أيضا بيج داتا، يمكنكم تفقدها ورؤية آخر الأرباح. وهنا اللونج والشورت في الفيوتشر، وهنا البوزيشن. كما ترون اللونج كانت 56% أو 57، وهنا الشورت أيضا. يمكنكم الحصول على جميع هذه البيانات في هذه الخانة هنا، وهنا liquidity data أو contract position إلى غير ذلك. وهنا الفاينانس أيضا، يمكنكم هنا رؤية الهولد أندر، يمكنكم الدخول فيها كمثلا هذه 100% بعد 14 يوم كما يقولون هنا، وهذه هنا تنتهي بعد 13 يوم. عندما تضغطون عليها مثلا يمكنكم الضغط على السبسكرايب هنا. يمكنكم الآن الدخول فيها أيضا. هنا starting time، وهنا looked up، وهنا reward distribution. يمكنكم هنا السبسكرايب فيها أو شراء العملة الآن، تقومون ب holding لها، وهنا تقرأون الرولز وتقومون بشرائها إذا أردتم. وهنا أيضا يوجد الكثير من الأشياء مثل الكريبتو ريدينج والجول كورنسي برودكتس والليكويديتي أيضا مايننج. يمكنكم هنا رؤيتها توتال ليكويديتي 53 مليون دولار، والكيرنت ريورد بول أكثر من 800 ألف دولار. يمكنكم هنا رؤية هذه العملات وتضغطون على أد ليكويديتي لكي تقومون بإضافة لك ودرها، أو من هنا رديم أيضا إذا كان لديكم شيء تقومون بالرديم له. إذا هنا الجيفاوي الخاصة بهم، وهنا كوبي تريدينج، يمكنكم رؤية هذه الأشخاص هنا قاموا بأرباح جيدة، ويمكنكم الضغط على كوبي تريدينج لكي تقومون بشراء نفس الكميات أو نفس العمليات التي يقومون بها. مثلا هذا الشخص هنا ربح 700% تقريبا، 4900 دولار. نقوم بالضغط عليه هنا، وهنا ترون الأرباح الخاصة به. في بعض الأحيان في هذا التاريخ وصلت أكثر من 8000 دولار. هنا توتال ريتور أكثر من 5000 دولار. هنا بروفيت نت، هنا الخسائر 1000 دولار تقريبا. يمكنكم الضغط هنا على كوبي، تقومون باختيار هذه الأشياء هنا، تختارونها وتقومون أيضا بالربح منها. إذا بعد يمكنكم هنا الضغط على بريك أبوف أو بريك بيلو ورؤيتها أيضا. إذا كان هذا كل شيء تقريبا عندنا في هذا الفيديو. يمكنكم هنا تفقد العديد من الأشياء هنا، أيضا اللاندينج سينجل أسيست، يمكنكم إضافة لها لك ودا إلى غير ذلك. هنا البي إن بي كل هذه العملات، أو تذهبون إلى المارجن تريدينج. ويمكنكم تفقده بعد ذلك أيضا. next time هنا المارجن تريدينج كما ترون.
يمكن لكم الضغط هنا على اوتو برو و اوتو ريبي، تختارون بينها، تدخلون هنا البرايس وهنا الاماونت، بعدها تضغطون على باي لوك او سيل لوك يو اس دي تي تو لوكس. اذا كان هذا تقريبا كل شيء عندنا في الفيديو، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك ليصلكم جديدنا دائما.